بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 67. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قوله تعالى أحل لكم هذا يدل على أنه كان في أول الأمر ليس حلالا لهم أن يباشروا زوجاتهم وأن يأكلوا ويشربوا في الليل في ليلة الصيام، وهذا كان في أول ما شرع الصيام. كانوا يصومون إذا غاب الشفق وقت العشاء إلى أن تغيب الشمس، فكان الصيام وقتا طويلا يشمل معظم الليل وجميع النهار، معظم الليل من دخول وقت العشاء كانوا يصومون، إذا دخل وقت العشاء صاموا إلى أن تغيب الشمس من الغد، فكان في ذلك مشقة عليهم. فمنهم من تضرر من طول الصيام وأغمي عليه، ومنهم من لم يصبر عن زوجته فوقع عليها بعد العشاء، فلما حصل ذلك خفف الله عنهم فقال أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام من غروب الشمس، لأن الليل يشمل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للإفطار والأكل والشرب والجماع والتمتع بما أحل الله عز وجل. وصار وقت الصيام محصورا ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واستقر الأمر على ذلك إلى أن تقوم الساعة، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده. إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث هو الجماع، ويطلق أيضا على الاستمتاع بالقبلة واللمس والمباشرة، فالرفث يشمل الجماع ودواعيه، جماع ودواعيه، هذا حلال في ليلة الصيام. الرفث إلى نسائكم، زوجاتكم، نسائكم يعني زوجاتكم. ثم قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، سمى المرأة لباسا للرجال وسمى الرجال لباسا للنساء، لأن الزوجين فيما بينهما يختلطان ويستمتع بعضهما ببعض، أباح الله ذلك لهم، فهي كاللباس له وهو كاللباس لها، يسترها وهي تستره. وقيل معنى قوله هن لباس لكم أي أنهن
يعصمنكم من الوقوع في الحرام، فهي لباس بمعنى أنها تعصم زوجها عن الوقوع في الحرام. وكذلك الزوج يعصم زوجته من الوقوع في الحرام، وهذا يدخل في معنى اللباس. فعلى كل حال كل من الزوجين لباس لصاحبه، يستره ويمنعه من الوقوع في الحرام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الزواج فيه عفة للمسلم، يحفظ به فرجه، الذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالزواج فيه حفظ للفروج عن الحرام والحمد لله، وفيه غنية، فيه غنية للرجال والنساء عن الوقوع فيما حرم الله. ثم قال جل وعلا: علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني يحصل منكم في الصيام مخالفة بسبب طول الوقت. والخيانة هي المعصية، الخيانة هي المعصية، لأن الدين أمانة عندك، صيامك أمانة، صلاتك أمانة، جميع الواجبات أمانة، وجميع ترك المحرمات أمانة لذمتك. فإذا خالفت شيئا منها فقد خنت أمانتك. تختانون أنفسكم، شف قال تختانون أنفسكم ولم يقل تختانون الله، لأن من عصى فإثمه على نفسه ولا يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه، فهو خان نفسه وضر نفسه حيث عرضها لعقوبة الله سبحانه وتعالى. وهذا في جميع المعاصي خيانة للنفس، لأن الواجب عليك أنك تصون نفسك عما يضرها، فإذا لم تصنها عما يضرها فقد خنتها. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. هذا فيه بشارة من الله لعباده المؤمنين عما حصل منهم، أنه تاب عليهم، أنه تاب عليهم ولم يؤاخذهم وخفف عنهم، فتاب عليكم وعفى، عفى عنكم. تطمين، هذا تطمين من الله لهؤلاء المؤمنين الذين حصل منهم ما حصل، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فضل الصحابة، وأن الله يكفر عنهم من الذنوب ما لا يكفره عن غيرهم، لسابقتهم وفضلهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: فالآن باشروهن، تأكيد، هذا تأكيد لقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أكده فقال فالآن، أي بعد أن نسخ الله الحكم الأول، الآن باشروهن بالاستمتاع في الليل، الآن باشروهن بجميع أنواع الاستمتاع، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قيل معنى ابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد، اطلبوا الولد بالاستمتاع بالزوجات، لطلب الولد
لأن طلب الذرية مقصد شرعي عظيم، فليس المراد قضاء الشهوة فقط، ولكن مع قضاء الشهوة يطلب به الذرية الصالحة. والشارع الحكيم شرع الزواج لأجل مصالح عظيمة، منها طلب الذرية الصالحة. تغوا ما كتب الله لكم، يعني ما قدر الله لكم من الذرية، وهذا فيه فعل الأسباب، وأن الإنسان لا يعتمد على القضاء والقدر ويترك الأسباب، بل يعمل الأسباب، فيباشر زوجته طلبا للولد، ولا يقول إن كان مقدر لي ولد هو يبياتي ولو لم أتزوج. لا، هذا مثل ما سبق أن ذكرنا أنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، ولا بد من فعل الأسباب النافعة. الزواج ومباشرة الزوجة سبب لإنجاب الذرية. تغوا ما كتب الله لكم. وقيل إن معنى قوله وابتغوا ما كتب الله لكم أي الرخصة التي رخص الله لكم، كتب يعني شرع لكم. تغوا ما كتب الله لكم يعني شرع لكم من الجماع والأكل والشرب في ليلة الصيام، هذه رخصة بعد المنع فيما سبق، فاطلبوا الرخصة. هذا فيه الحث على العمل بالرخص الشرعية، إن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يحب من المسافر أن يقصر الصلاة، ويحب من المسافر أن يفطر في رمضان، ويحب من المسلمين أن يأكلوا ويشربوا ويباشروا زوجاتهم في ليلة الصيام، لأن هذه رخصة رخص الله لهم بها بعد أن كانت ممنوعة. تو ما كتب الله لكم. وكلوا مع المباشرة للزوجات، كلوا مما أحل الله لكم من الطعام، واشربوا مما أحل الله لكم من الأشربة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا فيه فضل تأخير السحور، أن الإنسان يؤخر السحور ويتسحر عند طلوع الفجر، يكون السحور آخر الليل وقبل طلوع الفجر، من أجل أن يعمل بالسنة، ومن أجل أن يتقوى به على الصيام. أما إذا أكل من وسط الليل أو من أول الليل فهذا مخالف، يعني إذا نواه هو السحور، أكل في وسط الليل أو في أول الليل أو ونوى أن هذا هو السحور، هذا مخالف للسنة. الله جل وعلا يقول كلوا واشربوا حتى، باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الأبيض هو بياض النهار، والأسود هو سواد الليل، يعني حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل، وهو الفجر الثاني، فحينئذ يجب الإمساك، يجب الإمساك عن الجماع وعن الأكل والشرب والمفطرات عند طلوع الفجر الثاني، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن فالصيام معناه الإمساك عن المفطرات بنية، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فالصيام حدد لكم بعلامتين واضحتين،
العلامة الأولى طلوع الفجر، العلامة الثانية غروب الشمس. هذا هو وقت الصيام اليومي، بينه الله سبحانه وتعالى. فتبين لكم وقت الفطر وهو جميع الليل، هذا كله وقت للفطر جميع الليل. وبين لكم وقت الصيام وهو جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلله الحمد والمنة على هذا البيان وعلى هذا التسهيل وعلى هذا الشريعة، على هذه الشريعة السمحة الصالحة لكل زمان ومكان، لا حرج فيها ولا مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلله الحمد على هذا البيان الواضح الذي لا لبس فيه. بين لنا وقت الإفطار وبين لنا وقت الصيام بعلامات واضحة يعرفها العامي والمتعلم والحاسب والغير الحاسب. إذا طلع النهار هذا كل يعرفه، الفجر واضح، إذا غربت الشمس هذا كل يعرفه، ما يحتاج إلى حساب ويحتاج إلى علم الفلك ويحتاج إلى، واضح واضح بين. طلوع الفجر المنبلج الذي يعترض في الأفق هذا وقت الصيام، غروب الشمس وإقبال الليل من المشرق هذا وقت الإفطار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول: إذا كان الرجل يجامع زوجته فسمع دعاء نداء الفجر، سمع نداء الفجر الثاني، هذا المشكل، سمع نداء الفجر الثاني ولكن لم يستطع القيام فأتم قبل أن يتم المؤذن، هذا لا يجوز أن الإنسان يأخر الجماع إلى أن يطلع الفجر، لا يجوز هذا، ينهي، يجب أنه ينهي العملية وينهي الأكل والشرب قبل طلوع الفجر الثاني. أما إذا أخره وطلع الفجر وهو في الجماع أثناء الجماع فهذا فات عليه صوم هذا اليوم، فات عليه صوم هذا اليوم، لأنه لم يصمه كله وجامع في أوله، يكون عليه القضاء وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فعليه أنه ما يفرط هذا التفريط ويتأخر، إذا أراد زوجته يقدم، يناظر الوقت، يناظر الوقت، الناس معهم ساعات الآن ومعهم أمور واضحة، عليه أنه إذا شاف أن الوقت متأخر يمتنع، وإن شاف أن الوقت متقدم فيه باقي فلا مانع. نعم. قول الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هذه المنافقين، هذه صفة المنافقين، فإنهم دائما يريدون الفتنة بالمسلمين، حتى لو أن العدو وصل بيوتهم وحاصرهم فهم لا يكفون عن أذية المسلمين ولا يجاهدون مع المسلمين، ما يجاهدون مع المسلمين لو أن العدو وصل بيوتهم، ما يجاهدون مع المسلمين. هذه صفة المنافقين والعياذ بالله. هذا يقول: إذا كان يصلي التراويح إمامان ثم انصرف المصلي
مع تبديل الإمام الأول، فهل يكون قام الليل؟ لا يا أخي، تراويح دامه تصلى في المسجد صل مع المسلمين بإمام واحد أو بإمامين أو بثلاثة أئمة أو أربعة، الحكم واحد، فحكم الإمامين حكم الإمام الواحد، حكم الإمامين حكم الإمام الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف، ما حصل الانصراف، الإمام الأول ما حصل معه انصراف، الصلاة باقية، الانصراف عند نهاية التراويح. فإذا كنت تريد الأجر والثواب تبقى مع المسلمين وتصلي مع المسلمين، وإلا تشوف الأبواب وتخرج. أما أنك تجلس والناس يصلون تجلس بينهم هذا ما يصلح. إذا كنت من تصلي الأبواب كثيرة، اطلع مع أي باب، رح المحلك والحمد لله. لا سيما طالب العلم، كيف طالب العلم يتكاسل ولا يصلي مع المسلمين ويجلس والناس يصلون؟ هذا ما يليق بطالب علم. إذا كان ما يرغب يطلع، ما يراه الناس جالس. نعم، هذا يسأل عن أمور الرضاع. أمور الرضاع لابد من حضور المرضعة عند المفتي أو عند القاضي، ويأخذ المعلومات منها ويشوف عن الرضاع هذا هل هو رضاع صحيح، هل هو رضاع محرم أو غير محرم، لابد من هذا. هذا يسأل عن مسألة كثيرة الوقوع، إذا قاموا الناس يصلون حصل فرجة أمامك في الصف اللي أمامك، هل تتقدم وتسدها ولا تبقى في مكانك؟ إن تقدمت سددت الفرجة فلا بأس، طيب، وإن بقيت في مكانك فلا بأس، ولكن ما توالي المشي من فرجه الفرجه الفرجه، لا، هذا مشي كثير، إذا تخطيت صفين ثلاثة هذا مشي كثير في الصلاة ما يجوز. أما خطوات يسيرة بين الصفين لا بأس. نعم، هذا يسأل عن لباس المرأة. لباس المرأة الشرعي هو الساتر، أن تلبس ما يسترها، ما يسترها، ما تلبس الشفاف الذي لا يسترها، ولا تلبس الضيق الذي يبين مقاطع جسمها، ولا تلبس القصير، تلبس اللباس الضافي الفضفاض الواسع الساتر لما وراءه، إذا كانت تخاف الله عز وجل وتتقيه، لأنها عورة ومسؤولة يوم القيامة عن سترها. نعم، هذا يقول أنه شديد الغيرة وأنه يخاف على زوجته في الطواف والسعي من المزاحمة. المزاحمة التي غير مقصودة ما تضر، مزاحمة غير المقصودة ما تضر، أما المزاحمة المقصودة هذه لا تجوز، لا في الطواف ولا في السعي ولا في أي مكان. أما اللي يطوف ويسعى ويحصل مزاحمة غير مقصودة فهذا لا يضر إن شاء الله، ولا يكون فيك شدة إلى هالحد هذا، لأنه يقول أباخذ عربية وأسعى وأطوف بزوجتي بعربية خوفا عليها من الزحام، هذا تكلف ما هو بلازم. أنت حافظ، هي تحافظ على تجنب الزحام، فإذا حصل زحام بدون قصد، إذا حصل زحام بدون قصد فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هذا يسأل عن دفع الرشوة، دفع الرشوة لأجل أنهم ما يأخذون منه ضريبة. يقول لا، ما يجوز دفع الرشوة، دفع الرشوة حرام. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، ألا يجوز دفع الرشوة بحال من الأحوال. أما إذا أخذوا منك ضريبة، هم الدولة أخذت منك ضريبة، فأنت معذور، أنت معذور، والإثم على من أخذها، أن تدفع ما تجبر عليه تدفعه، أما الرشوة فلا تجوز. نعم،
هذا ما أعرف أقرأه ما أدري. نعم لا بد يتجنب الجن ولا يقرب الجن ويستعيذ بالله من شرهم ولا من يشل يدريك أنه مسلم إيش اللي يعلمك أنه مسلم أنت تعرفه فالجن تعوذ منهم لا تقربهم أبدا ولا تعاون معهم أبدا حكم المبالغة تعلق بأستار الكعبة هذا فعل الجهال هذا فعل الجهال اللي تعلقون بأستار الكعبة أو تمسحون بالكعبة أو باب الكعبة هذا لا دليل عليه ولا أصل له وهذا من فعل الجهال وتكلف ما أنزل الله به من سلطان. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام يعني بعد الفاتحة فأمنوا فهل إذا لم يؤمن الإمام لا يؤمن المأموم؟ إيه نعم لأن بعض الأئمة يرون أنه لا يرفع صوته بالتأمين وهذا خلاف السنة هذا خلاف السنة فإذا لم يؤمن الإمام فالمأموم يؤمن عملا بالسنة ولو لم يؤمن الإمام يؤمن المأموم عملا بالسنة. نعم هذا أجبنا عنه عدة مرات. الذهب الذي تستعمله المرأة للحلي هل فيه زكاة من أجل التسهيل على المرأة لأن هذا لباس لها تحتاج إليه فإذا كلفت بالزكاة كل سنة أجحف ذلك بها. نعم فليس به زكاة ما دام يعد لللبس فليس به زكاة إن شاء الله. هذا يسأل يقول أن الحكومة عندهم تمنعهم من إعفاء اللحى وأن نلبس اللباس الإسلامي أما مسألة إعفاء اللحى هذا واجب ولا تطع أحدا لا الحكومة ولا غيرها قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما مسألة اللباس فالرجل إذا ستر عورته فهذا يكفي واللباس أمره على السعة والعادة عادة الناس فيه فما دام الواجب على الرجل أن يستر عورته وما زاد عن ذلك فهو من الزينة ما زاد عن ستر العورة فهو من الزينة إذا تيسر فهو أحسن وإذا لم يتيسر فلا حرج. نعم هذا يقول رجل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند الذكر وش الدليل على هذا إن الرسول يحضر؟ الرسول ميت عليه الصلاة والسلام والميت لا يرجع إلى الدنيا أبدا لا الرسل ولا غيرهم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون من مات فإنه لا يرجع إلى الدنيا أبدا. هذا من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحضر هذه البدع وهذه الأمور لكن اللي يرتكب البدع يسهل عليه الكذب والعياذ بالله من أجل يروج بدعته ألا يريدون ترويج بدعتهم لأن يقولون الرسول يحضرها من أجل أن الناس ينخدعون بهذا. نعم يقول يعني المأموم متى يقوم عند الإقامة؟ هل يقوم بأول الإقامة ولا يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ الأمر واسع في هذا إن شئت تقوم عند بداية الإقامة إذا كان هذا أسهل عليك أو تقوم في آخر الإقامة الأمر واسع في هذا. نعم. هذا يقول في دعاء القنوت هل يقول اللهم اهدنا لمن هديت دائما؟ نقول لا إن كانوا جماعة ويصلون خلفه يقول اللهم اهدنا بضمير الجمع وإن كان وحده فيقول اللهم اهدني لمن هديت يفرد الدعاء إذا كان له وحده يفرد الدعاء إذا كان له وللمأمومين فإنه يأتي بضمير الجمع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. هذا يسأل عن غسل الكلى هل يفطر الصائم؟ نعم غسيل الكلى يفطر الصائم لأنه يدخل إلى الجوف ماء وأدوية ومنظفات تدخل إلى الجوف فيفطر الصائم بذلك. يقول ما حكم السجود على الطاقية
التي تغطي الجبهة. إذا كان إنه إن المكان حار ولا في حصى ويحتاج إلى وقاية لا بأس، طاقية وغيرها. أما إذا كان المكان ما فيه شيء يؤذي، كونه يباشر المصلى بجبهته أفضل، أفضل مباشرة المصلى بجبهته أفضل من أنه يجعل حائل بينه وبين المصلى، إلا إذا كان يتأذى، المكان حار ولا فيه حصى ولا فيه شوك يضع وقاية. كان الصحابة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فإذا لم يستطيعوا السجود على الأرض من حر الشمس يضعون شيئا يقيهم من حر الشمس. نعم يا أخي، قلنا لكم الرشوة ما يجوز دفعها بحال من الأحوال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما أنك تخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلعن من دفع الرشوة وأنت تدفعها، هذا ما يجوز. نعم، هذا تكرر السؤال، يقول إن والديه يأمرانه بحلق لحيته. يا أخوان ما يجوز، لا طاعة الوالدين ولا طاعة أحد في المعصية، حلق اللحية معصية وحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تطعهما. هذا يسأل يقول إنه بنى تجارته على قرض الربوي وحصلت له أرباح وحصلت له تجارة، نقول عليه التوبة إلى الله عز وجل، وأن يخرج قدر المال الربوي، يخرجه ويضعه في مشروع نافع للناس ويتخلص منه. قدر القرض يضعه في مشروع عام يتخلص منه، ومع التوبة إلى الله عز وجل. هذا يسأل عن بيع المرابحة، لكن يعني قصده بيع اللي يسمونها مسألة الدينة، اللي يشري بضاعة بثمن مؤجل ويبيعها بثمن حال يستفيد من ثمنها في الحال، هذا لا بأس به، بشرط أن تكون السلعة عند البائع، تكون السلعة عند البائع حين جئت إليه والسلعة عنده وشريتها منه بثمن مؤجل، ثم تقبضها وتنقلها من مكان البائع وتبيعها في مكان آخر على غير البائع وتستفيد من ثمنها، تستفيد من ثمنها. أما إنك تجي واحد ما عنده سلعة ويقول لك رح دور وعلمن بسعرها وقيده عليك ثم يروح ويأخذها ويعطيك إياها، هذا ما يجوز، هذا بيع ما لا يملك، هذا بيع ما لا يملك. نعم، هذا يسأل عن قصة ثعلبة الذي منع الزكاة الذي جاء وردت، هذه فيها كلام لأهل العلم إنها ما هي صحيحة، وإن صحت فالمراد ثعلبة من المنافقين، ما هو بثعلبة الصحابي، هذا ثعلبة منافق من المنافقين، إذا صحت القصة فهي في منافق وليست بصحابي. نعم، رجل مسافر ولما وصل إلى البلاد التي يريدها أفطر ولم يفطر في الطريق، لا بأس الإفطار، إن أفطر في الطريق أو أفطر في البلد التي ذهب إليها وهو لا ينوي الإقامة فيها إقامة تزيد على 4 أيام، إذا كان ينوي الإقامة في البلد الذي ذهب إليه القيامة تزيد عن 4 أيام فلا يجوز له الإفطار لأنه أصبح مقيما. أما إذا كان ما ينوي إقامة أو ينوي إقامة قصيرة أقل من 4 أيام فله الفطر لأنه في حكم المسافر. ألا يسأل يقول أنه اشترى محلا تجاريا بأقساط ولا يزال يدفع الأقساط، فهل عليه زكاة؟ نعم، إذا حال الحول الزكي الذي عندك من الدراهم ومن العروض، عروض التجارة، ولو كان عليك دين زكي الموجود عندك اللي حال عليه الحول من النقود ومن البضائع التي أنت عارضها للبيع. نعم، هذا يسأل يقول ما الدليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب؟ الدليل يا أخي قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت،
ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا في الصحيح، النبي بيّن صلى الله عليه وسلم أن الوضوء لا بد منه، أما الاغتسال فهو أفضل إذا حصل. نعم. ألا يسأل عن حديث اللي يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط؟ قلنا هذا، أجبنا عليه في درس سابق، وقلنا هذا في إنسان أعلن إسلامه ومات في الحال ولم يتمكن من العمل، دخل في الإسلام وقتل، أو أخذته المنية ولم يتمكن من العمل، هذا معذور، هذا معذور وإسلامه صحيح. أما إنسان يسلم ويترك العمل مختارا طول حياته، ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل شيء، هذا ليس بمسلم ولا يخرج من النار هذا. نعم. هذا يسأل عن مسجد فيه قبر، مسجد فيه قبر، هذا لا تجوز الصلاة فيه، قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ونهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. فإذا كان القبر حادثا في المسجد والمسجد قديم، فإن القبر يحفر ينبش وينقل إلى المقبرة ويخلى المسجد منه، وإن كان القبر هو القديم والمسجد حادث فيهدم المسجد ويبقى القبر على ما كان، ولا يجتمع مسجد وقبر أبدا في الإسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.